سلام لاباس. فقرة جديدة في الشانيل تشيل انا تشيل من تشيل وانا اللي هي انا وبا تشيل انا كي جاتكم مزيانه. المهم تشيل انا غنبقى نعاود فيها حياتي، غنبقى ندير بحال قلتي ديال ستوري تايم، نعاود شي حاجه عندهم علاقه بيا بحال تشيل انا ديال اليوم، غادي يهضر على سعيد القد ديالي، ولا بعد مرات تقدر يكونوا دي ميني فلوغ باش نقضي شي غرض نديكم معايا، ولا المهم شي حاجه عندهم علاقه بحياتي. الا كنتي ما سوقتش في حياتي وعطيت لك غير الفيديوهات اللي فيهم مونتاج وخدمه ولي كوت بزاف وي فهمتي، فهاد الفيديو ماشي لك انت. فسي الفيديو اللي غيخرج الاربعاء اللي مورا الجايه، حيتاش اليوم كاين تشيل انا وتشيل انا خويا كنكونوا متشيلين وكنعاودوا حياتنا. فواحد الحاجه باقي ما قلتها مزيان حنا في تشيل انا نقولها، غنقلوح في الفيديو نهار الاربعاء الاربعاء اكسيتيرا، يعني جوج فيديوهات في الشهر وتشيل انا غنقلوحهم عيقت بتشيل انا، وبحال هاد الفيديوهات غنقلوحهم مره في كل اربعه ولا ثلاثه الفيديوهات. صافي مشينا اوتي هاد العصر الا اكتشفت شغل غادي بالرجوله. شكرا ياسر. اوكي سو نبداو الفيديو ديال اليوم اللي هضر عليه على سعيد القد ديالي، غنعاود نهضر عليه في واحد الفيديو اللي جاي مورا الفيديو. ما كيحملنيش والله ما كيحمل، بقى معنا صاحبي بان في الفيديو. المهم كما قلت نعاود نذكر سعيد في واحد الفيديو اللي جاي لا اللي مورا الجاي فينا حتى تشوفوا. الدراري هذا انستغرام اللي كتشوفوه هنا جاي من الستوري هذه. اوكي ليتس جو، غنبدا نصور دابا، ندير واحد الحاجه سكرول يهبط لتحت لاشين ديالي وشوف اول سميه ديال الفيديو ديالي وصيفطها ليا، اول وحده صيفطها غادي نبينوا اللور في الفيديو. صافي مره عز عليهم غندير بحال اول نديرها في كاع تشيلان. المهم قول لي في الكومنتات باش نديروا كاع تشيلان ودخلوا الانستغرام ديالي. هو هذا غنعاود لكم على ثلاثه ديال البنات اللي طراو مع سعيد ولا اللي طراو معايا وانا كنت مع سعيد. المهم راه فهمتوني. وفي البارتي الثاني ديال الفيديو غنجاوب الاسئله ديالكم اللي سولتو سعيد، انا غنجاوب بلاصتو حيتاش لاسباب حيتاش ما يقدرش يهضر. عارف تيار هضروا على هاد النقطه هادي. المهم انا نوريكم اخر مره في الفيديو، واخ هاو شوفوا اخر مره. صافي يلا سير نحس. لقيتي اول مره كتعرف بلي راه عندي قط فاسير. شوف هذا الفيديو هذا اللي كنت هضرت على سعيد، حيت سعيد كاع ما شريته. المهم كنت عاود ستوري الحزينه ديالو هذا الفيديو، دابا نعاود القصه ديالو. يعني الا كنتي باغي تعرف سعيد كيفاش ولا عندي صافي دابا انت اخي في بي ال اس، حيت الانستغرام كان باين مزيان. مره نبدلوا التصوير، ندوزو على الانستغرام ديالو في هذا الفيديو. غنبدا باول قصه ديال سعيد واللي كان غيموت فيها ولا بلو اردكور في القصص كامل. هادشي في الاخر ديال 2017 ولا الاول 2018 ما عقلتش. المهم فاش كنت في السيزيام انا ساكن في عماره وسعيد دو باز قط ديال الزنقه، ولكن دابا ولا ديال الدار حيتاش ولا الدار يدو، ولكن دو باز وقت ديال الزنقه وما كيخرجش الا مره باش كنسافروا ولا عاتي يكون خرج مره ولا جوج. والناس اللي عندهم خطوط يقول لي في الكومنتات كيفاش كيتعاملوا معاهم، زعما واش كيخرجوهم ولا كيخرجوا معاهم وكيفاش كيخرجوهم ولا شي حاجه، حتى شكل باش تشدو غتخرج به القط ما كاين. اسيدي نكمل، انا ساكن في عماره. المهم انا كنت قاري في الصباح مع 8:15 وشي سبب من الاسباب الباب ديال الدار كانت محلوله باقي ما عرفتش علاش. صافي جيت خارج المدرسه بعيده عليا ب 10 دقائق، انا كنخرج مع 8 يلاه كنوصل مع ديك 8:15 بحال هكا يعني كتكش الطاكسي وداك الشيء. فوصلت حدا الباب لقيتها محلوله، عرفتو شنو طرا؟ سعيد خرج من الدار، ما خرجش الزنقه، خرج غير ليطاج ومشى يتسركل في العماره ولا ما عرفتش شوفي مش. اوكي سو انا فاش حاجه محلوله ريفلكس فيس كنجري في الدار كنقلب على سعيد كنشوف واش كاين، حيت الا ما كانش خصني انا نخرج ندخلو عاد نمشي للمدرسه حيت سينو ما كاينش شكون اللي يجيب. كنمشي كنجري في الدار ما كنلقاش سعيد، يعني ديجا سبوليت ليكم بلي خرج من الدار. خرجت كنقلب عليه وبين قوسين مره بقاو تفكروا بلي انا معطل، ديجا دو باز معطل حيت 8:15 كيتسد الباب، حيتاش مزروب بزاف كيخصني ندير واحد لو شوا ديال الحياه او موت. انا دابا حدا الدروب واش نهبط ولا نطلع، حطيت راسي بلاصه سعيد. انا كانسان اللي حط راسو بلاصه قط اختاريت نهبط. واحد ديتاي صغير، انا ساكن في ايطاج عاليه شويه، ديكو هبطت لتحت وكل ايطاج كنفيغي فيه واش سعيد كاين تما ولا لا. هبطت للكراج كثر 120 درجه وعاود طلعت للفوق عاوتاني 120 درجه اخرى اللي كنوصلو كثر 240 درجه وما لقيت والو. يعني كنستنتجو بلي كون كنت قد كنكون قد فاشل حيت اختاريت نهبط. دونك دابا طلعت كنقلب عليه في ايطاج اللي الفوق، طلعت للسطح والسطح ديما كيكون مسدود ما لقيتش سعيد. يعني شنو غندير؟ وكنذكركم بلي انا معطل قاري مع 8:15 ودابا تكون ديجا وصلت شي 8 ونص. فاش كتهبط واحد ليطاج اللي فوقي كاينه واحد الباب اللي ديما مسدود، الباب ديال واحد الطيراس اللي عمري ما عرفت اش كدير تما داك الطيراس ولا ديال من ولا ديال اين، خصنا نصيفطو ايمن سي باي داشي مغامرات ما عرفتش ديال من داك الطيراس محطوطه تما ديما كنلقى داك الباب ديما مسدود. ولكن الباب عرفتو كيدايره ماشي كامله حديد، كاين الباب وفي الفوق كاين بحال الشارجم ديال الجاج اللي كيتحل من الجهه الاخرى ودابا كان محلول. من هاد الشارجم كتقدر تضل تشوف شنو كاين في الطيراس، تقدر تخشي يدك ما عرفت اخويا اش كيديروا. المهم راه كاين شارجم في الباب. كنقرب من داك الباب وتا انا كاع ما كنت عارف علاش جالس كنقرب من داك الباب، قربت وصافي قلت ما تعرف يكون سعيد ولكن امبوسيبل دخلت ماشي امبوسيبل. كيبان ليا سعيد واقف فوق السور ديال داك التيراس وكيطل لتحت. كتسولوني شنو كاين لتحت؟ ما كاين والو، كاين اكثر من 30 متر ديال ما كاين والو، ما كاين تفرشخ الا طاح شي واحد يتفرشخ والطيور كيدوزو حداه وكل خويا منظر مخلع. شفت داك الديكور دهشرت انا عرفتي بحال كيعس كان خفت نعيط له يتخلع عينقاز. ما اللي غايقول لي في كومونتير لا راه ما كانش عينقاز ما غايطيحش في داك القطط راه مولفين الصاف. عندي صحابي اللي ماتوا من الكلاب والقطط ديالهم طلعوا من السطح. شاراوت لزكريا بلاكي ديما في القلب. اوكي سو
شفت داك الديكور ومع العلم سعيد كان باقي ما كمل تاع عام كان خفيف بزاف يعني البرد قدر يلوحو ما عرفتش ما نديرو كنفكر قريبا 8 و 4 الباب مسدوده ما قدرش ندخل ما قدرش نهزو ما عرفتش ما ندير عاد سعيد كتعيط له ما كيجاوبكش كاع ما كيديرش اوكي سو الطريقه اللي درت هبط للدار جبت واحد الفريانديز واحد الحلوه ديالو بديت كندير خش 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 دير لي داك شاف فيا هبط فين الياس بدو لك التصويره صافي عزيز لي الماطري الياس شاف فيا وبديت كنفكر دابا كي غندير حيت الشارج ما قدرش نهزو بديت كنفكر كي غندير له ديت الحلوه لحت له وحده كلا وحده لحت له الثانيه كلا الثانيه الثالثه لحتها عندي ما شافهاش طاحت اصلا حيت فاش كنلوحها حيت الشارج كينعالي بزاف ما كيبانش سو الطريقه اللي لقيت هي حاولت نلوح داك الحلوه في السماء في داك الشارج باش يشوفها طايحه ويتبعها في السماء درت له واحد الطريقه اللي خص تكون سيونس مات داك العام كنت سيونس مات باي دوي عليها درت الطريقه هذه فصافي بلا ما نطولوا قصه درت ديك الطريقه ديال سيونس مات ونقز عندي وشديت شديتو بالطريف حتى انا هز ليا الفطور نزيت وهبطت للدار سديت عليه ومشيت للمدرسه وما تعطلتش هذه القصه الاولى طولنا شويه لا ندوزو للقصه الثانيه اوكي سو القصه الثانيه ميكانيزم مختلف ولكن النتيجه نفسها كان غيموت فيها عاوتاني اذا القصه الثانيه كان غيموت فيها كنا ناعسين وحتى بخي مهدي كان في الصيف كنت انا مفرش في الارض وناعس وفي ناموسيه كان ناعس الدري صاحبي مهدي وانا كنا ناعس دايا سعيد وكنا كنت مفرش حيتاش البيت كنبدل كنت مفرش هنا نيت لتحت كان البيرو في المقلوب المهم كنا ناعس دايا سعيد وكندير واحد الكولي في عنقو الا لاحظتو قبيله الكولي كاع ما دايرين له دابا صافي بديت كنحيدو مليح اوكي سو كنا ناعسين ترونكيل اخويا هو كان ناعس دايا يدير واحد الكولي خطر ناعس به فقنا في دقه وحده انا ومهدي مخلوعين كنحل عيني كنلقى المش كيطير في السماء كيتخبط مع الحيط كيضرب راسو مع عرفتي كندير نشرح لكم كيفاش كيدير راه فريمون كيما كنعاود لكم هادشي كيطير كان كيطير وكيتخبط مع الحيط وخونا كي ما فهمت والو سحب لي شي جن هز وبيس كيلعب به تخلعت اصاحبي عاد كان كيفرطط ويتقلب فحنا بواحد الطريقه عجيبه شديت المش اللي بواحد الطريقه ما نسيت ما عرفتش كيفاش شديته الكولي اللي كدير له اللي ديجا مزير دو باز لقيتو بحال يعني لقيت الكولي داير له على روحو على فمو كيفاش خونا قدر يخشي الماشوار ديالو حيت راه كان مزي ما عرفتش الصار كيفاش طرا داك النهار خونا كان خاشي الماشوار ديالو تحت الكولي والكولي كان مزير ما كيقدرش يتنفس كيدير واحد الصوت ديال كعرف قلد المش المخنوق صوت الحلوف الوغ فانا كي غادي نحيد له هذا الكولي حيت اصلا الكولي خصك تحيد ديال بحال الصمطه يعني خصك تجر عاد يعني خصك تزيد تزير باش تقدر تحيد الكولي انا صاحبي كنت فايق نخلعو ما حدا الا مقاس لا والو خفت المش يموت بديت كنحاول نحيدو له الحمى ما خديتش الوقت باش نفكر نمشي نقلب على شي مقاس ولا نمشي نجيب مقاس من الكوزينه ولا شي بلاصه سو بقيت ماشي ثلاثه دقائق عاد اشحال كنت مخلوع يموت عرفتي بديت كنتخيل راسي قد مات لا فريمون حق الله عرفتي واحد الديكور راه امبوسيبل دونك صافي ما عرفت نسيت حتى كيفاش درت له مهدي كنشادو بشميت تاع جات دقه مشني حيت كنقصحو باش كنحيد الكولي سو بديت كنزيرو مزيان كتجرحتو في الموشيه مات كان عنده الدم هنايا المهم صافي في الاخر حيد هذاك الفاكين كولي وحداه ودابا سعيد حي القصه الثالثه واللي الحمد لله ما كانش غيموت فيها ولكن قصه اغريسيف عندي واحد القط اللي اغريسيف عدواني قتال بزاف مع جوج ديال الناس دري صغار يعني الا جا عندي شي دري صغير للدار فهو معرض للخطر هو سعيد راه ما يمشيش عنده يقمشو ولا يعضو ولا يضربو ما عاد شي يدير ليه فهمتي راه ما يديهاش فيه بحال النمر ولا السبع ما عندوش حدا لا النمر والسبع يديروا لك شي حاجه المهم سعيد ما يمشيش هو يقلب عليه فدري درت الدري صغير مشى بغى يلعب معاه واخا يمشي عنده هضره يفي بغى يقيس ولا شي حاجه ف ايوري شكون مول مضاد ايرون مان يموت وجوج عدواني واغريسيف بزاف مع الخطو كانت قطه كان قط خونا ما سوقوش كيرجع ودنو اللور ديل ديالو كيتنفخ الزغب ديالو كامل كيوقف كيدير لك واحد كيفاش كيدير كيدير واحد كيمشي كيخلي يشد داك الطرف الاخر ما سوقوش من غير قط واحد اللي كان في الاول داك يضارب معاه وداكشي ولكن من بعد ولاو كيلعبوا مع بعضياتهم ولا ضريف معاه هذا القط هو هذا ما ماشي الياس هذا مضحك اخوتي هادي ولا ماشي مضحك ولكن سعيد ما تلاقاش قط واحد في حياته تلاقى اربعه ديال الخطوط كل واحد نعاود لكم القصه ديالو وكل واحد كان طرات مع شي بلا المهم القط الاول اللي قلت راه كان هو هذا دابا ندوزنيش القط الثاني والقصه سبيسيال شويه حتى قطه ماشي قط يعني قط نقدو نتفاهمو ولكن قطه واحد النهار جالس مع ليا مبيا شويه كنسمع حدا الباب ديال الدار كنحل الباب ما كنلقى حتى واحد كنهبط عيني لتحت كنلقى واحد السياموه زوينه عينه زرقين ولونغ هير طيبه يلاه كنبغي نهبط عندها وندير لها هكا ونبدا نلعب معاها كندور بحال هكا كيبان ليا سعيد جبد جناوه في يدو وجاي قاصدني انا وياه وانا نسد اخويا الباب خرجت خلعني غير تشوفوا داك الديكور نقدر دير والو القطيوطه الزوينه على القات خويا سبحان الله قد سالت لي طلاقه هذه عندي فيها فيديو لي بزاف عاوتاني جالس مع ليا مبيا وكنسمع داك هذا الباب ديال الدار كنحل كنشوف ما كنلقى حتى واحد كنهبط عيني ما كنلقاش سيامو دابا كنلقى واحد القطو داخل ديال الزنقه اللي ما عرفتش كيفاش وصلت لليطاج ديالي كانت باينه فيه في نفس الكاركتير ديال سعيد يعني حتى هو كان اغريسيف شويه كنقرب ليه كيبغي يقمشني وكذا مشيت جبت ليه الماكله والو كيجي ياكل كنقرب ليه كيبعد مع خونا ما حاملني ما حاملش بنادم سعيد كان في البيت ديالي كيدير الخدمه ديالو بحال ديما اللي هي ناس مشيت بغيت نجيبو نفيقو شويه حيت كيدوز نهار كامل ناس بغيتو يلعب ينقش شويه جبتو بغيت نخرجو عند القط حطيتو فيه حطيتو في جهه ديال الصاله
ما ندويش عارف، خلي لكم الفيديو تشوفوا. والله ما عرفت ليش اغريسيف، ما عرفت ليه عنده شي حط هنا كان اغريسيف ما بقاش اغريسيف. هادشي كي لقطت لكم عزيزي اليوم لي كان بدا كيجي كي ناس اخويا انا ما فهمتش راه كتهزو كيبغي ما فهمتش. المهم ليه عنده الحال ولا صافي واحد هذاك الكاركتر ديالو هكا ما عرفتو نديرو. دوزو نجاوبو على الاسئله ديالكم حيت الكاميرا ديشارجات. انا كنسجل الصوت بالميكرو ديال التليفون يعني ديزوري الا دابا تبقى تسمعوا الصوت قريب بزاف ولا شي حاجه، حتى انا هز التليفون ديالي باش نشوف الميساج ديالكم. كيما قلت في الاول فكنطلبت منكم في ستوري باش تسولوني شي اسئله على سعيد وغنجاوبكم دابا. واش هاد الاسئله سمحوا لي ما عرفتش نجاوب على كلشي، شحال نديرو شي 7 ولا 8 الاسئله حيت الكاميرا ديشارجا لي ما عرفتش نجاوب على كلشي. السؤال الاول ديال لي الماشين غان دابا غير علاش سميتيه سعيد؟ خويا سعيد ما عرفتش لقيت حتى راسو سميتو سعيد. خونا كان عايش واحد الحياه اللي خايبه بزاف اللي كان مازم وكدا، حتى المهم سيروا شوفوا القيصر عاود نحط لكم هنا الفيديو. دابا الحياه اللي عنده دابا زوينه صافي يعني ولا سعيد في الحياه ديالو، كان كئيب ولا سعيد. انا سمراني واش سعيد لاحي مع مشكله لي بيزوان ديالو؟ لا مره ولا جوج لا يلاه عطيو ثلاثه. الاول ديالو كان دار شي تخربيقات في الارض، ماشي تخربيقات الكبار، تخربيقات صغيرين في الارض. واحد النهار كان دارها ليا فوق فوق المانطا. اصبا شهاب واش هو اول مشرب بيتي؟ جاوب على السؤال ديالك في الفيديو اللي مورا الجاي. عثمان دندان واش سعيد سعيد؟ اه راه سعيد، علاه سميتو سعيد؟ راه قلتها قبيل. اي شجر السبب اللي خلاك دير اليوتيوب؟ هويطه 3114 علاش ما كتبينوش معاك؟ حيتاش هبة مدراس واش غير لك سعيد حياتك الى اهم ان ناحيه؟ هو ماشي غير لي حياتي. دابا انت فاش تجي تربي شي قط ولا شي كلب ولا اي حيوان غتربيه خاصك تكون قاد تربي حيوان ولا قاد تربي شي كلب. مثلا دابا انا باغي كلب ما عندي فين نحطو، ما نحطوش انا في البالكون. خاص اولا توفر الوقت لذاك الكلب ولا القط ولا داكشي اللي غادي تربي، وخاصك بعض المرات دير شي تضحيات. مثلا الا كنا غادي نسافروا والبلاصه اللي غنمشيو ليها ما نقدوش نديو معنا سعيد، ما كانش عندك عند من تخليه ولا شي حاجه، فكدير شي تضحيات. بعض المرات ما كتسافرش، بعض المرات كتمشي وكتجي في نفس النهار. يعني فهمتي خاصك دير بعض التضحيات، ماشي حيتاش راك مربي شي واحد، راك مربي شي حاجه، ماشي غا اوبجي محطوط ولا ما سوقناش فيه. فهمتوا الديكور؟ فوالا هادشي واحد النقطه بغيت نقولها، وما تبقاش ديروا هكا وما تبقاش تلوحوا القطوط والكلاب ديالكم في السمقاره، ماشي مزيان. معاد بوارفي واش عمرو دار شي حاجه ماشي عاديه؟ الجنون عادي، ماشي قضيه الجنون. بعض المرات كيبقى يتابع شي دبانه اللي انت ما كتشوفهاش، شي ناموسه ولا كينقزها بوحدو. اخويا راه قط ماشي عنده العقل، يعني عادي ماشي. اما الجنون جنون لا ما كنظنش. لا شيما سيد قايمه انا واش تزوج سعيد عرض عليا شي حاجه؟ راك شتي القصه المحزنه ديال الصيام ديال القبيله يعني راه ما عنديش مشكل. المشكل هو فداك الخطه اللي غتجيب غتاكل لاص. صافي كنقول لك انا صاحبي سيامو زوينه حل الباب الخارج جابت جناوه وجا حاصدني ما كادير لا امبوسيبل. يوسف اس كا اي شحال هو دابا عندك؟ عندي عامين. لا هو زعما عنده زعما هو دوك ناخذينا في افريل ولا ماي نسيت ديال 2017 ياك مايت. اه ياك 2017 ستة دار خويا شت سمية ولا اختي شت سمية. مشاكل اللي لقيتي معاه؟ مشاكل اللي لقيت معاه ما كاينش شي مشاكل لا عادي. غير واحد التيشيرت اصاحبي اللي قطعوا ليا واحد التيشيرت انا نجيب التيشيرت عزيز عليا بزاف. التيشيرت انا كنحماق على التيشيرت، التيشيرت الفافوري ديالي قطعوا ليا من اللور. طلع باقي كنلبسو حتى ما كيردوش البال كنلبس فوقه شي جاكيطه، ولكن دابا ملي قلتها في يوتيوب كلشي بقى رد البال ما عرفتش ما كيبانش. اه كنت بان انا مقطع شوي سو فوا. الله الا كنحماق على التيشيرت وقطعوا ليا وصافي. هادشي كيطرا كاين الفوتويات كيبدا يقمش فيهم وكذا، ولكن ماشي مشكل. زعما مشاكل فريمون دي مشاكل اللي لقيت معاه لا ما كاينش شي مشاكل. هو نيت عاود سولني سؤال زوين قال لي شحال من مره كندوش له. خاص تعرف واحد الحاجه على سعيد باللي ما كيحملش الماء، ولكن شحال من مره كندوش له ما عندهاش علاقه باش كيعجبو ولا ما كيعجبوش الماء. صراحه كندوش له مره في كل 3 شهور ولا مره في 4 شهور، حيتاش هو القطوط من هما اصلا كيبقاو ينيطوايو راسهم بلسانو. واللي عنده هنا شي قط حاول ما يدوش له بزاف، ما دير بحالي حاول دوش له مره في شهرين ولا في شي حاجه هكا الا لا توسخو. حيتاش القطوط فاش كدوش لهم بزاف بحال هكا الصدر ديالهم كي المهم عنده ديزافي نيجاتيف على القط الا دوشتي له بزاف. غولارغو مسمي قطك سعيد حرام عليك اخويا، سمي شي لعيبه وانت مسميه سعيد وش مريض. خويا ولا اختي غولارغو اللي دارت صوالات الدومينو بغيت نقول لك باللي سعيد نعاود نذكرها المره اخرى كتعني هابي كتعني اوغو، فهمتي اللغه العربيه ديالنا سعيد سميتها اوغو. بما انني انا ما عينيش زرقين وزعر وساكن في امريكان فبلاصه ما نسميه هابي، وحتاش هابي كتجيني واحد السميه اللي دايره بحال هكا فسميتو سعيد. فين هو المشكل؟ سعيد بيست كات ان ذا وورد. يلا الي خي اسامه انت تسي اخي اسامه على هذه الكلمه الزوينه ديالك. يعني بقى لنا سؤال واحد وبغيت نقول لكم الانستغرام ديال سعيد هو هذا. خصو يوصل ل 10000 فولور. شنو تصور كيحط باف 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 وكم مع 10000 ابوني ولا يفوت 10000؟ الي نزيدوا شي سؤال. واحد السؤال فين مشى واحد السؤال يلا دز حدا عيني ضحكني فين هو زين؟ واش سعيد عنده بيتو ولا كينعس معاه؟
لا عنده بيته، عنده واحد بيته بوحده. قولي واش عجبتكم هاد اللعيبه ديال مخبيين شي واحد دور؟ كل هادشي اللي انا مخبيين شي واحد دور في لايك، وحتاش خاصها لايك راه مخبيين يوتيوب ولا شي حاجه. وفوالا هادشي اللي انا الاولى سالت، نتمنى تكون عجبتكم ونتمنى ما ديرش 5000 فيو. فوالا قولي في الكومنتات كيف جاتكم هادشي اللي انا، قولي واش بغيتوا شي واحد اخر نقلوح عليكم مره كل 4 فيديوهات 5 3. وما تخافوا دوك القصص اللي كتخلى عليهم نعاود داكشي ما نديرهمش بحال هكا، غير دابا ما نديرهمش كاتشي اللي انا بقى جالس وجالس كنعاود لكم، فضروري غيكون الكاميرا تما لي مونتاج ايتو بيريتشي اللي انا ما كانش مره مره نقلع لكم شي حاجه بزاف. كنلقى بعض المرات في الكومنتات قولي امجد ديالنا ستوري تايم ديال ستوري تايم، فاختاريت الفقره ديال تشي اللي انا اللي نقلعود فيها حياتي حتى طرات شي حاجه نجي نعاود لكم هكا. صافا الفيديو ديال اليوم سالات، نتمنى يكون عجبكم، ديروا لايك وشكرا بزاف على التفاعل ديالكم مؤخرا. قدر الفيديو ما تفرش بزاف لكن شي مشكل التفاعل الاخر في الفيديوهات اللي فاتوا كان واو. دونك نشكركم وصافي. صافا لايك و كومونتي و بارطاجيو. انستغرام ديالي هو هذا ديال سعيد، و هذا دخلوا نكملوا له 10 فولوور. ذات سيت، نتمنى يكون عجبكم الفيديو. باي. Wait for